هيا نروي بالقرآن أحسن قصص للإنسان، نتعلم مع وعد درس باسم الرحمن المنان. طيور إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. نبي الله إبراهيم عليه السلام كان يحب التأمل في الكون ومخلوقاته، وكان يحب الطيور. وفي يوم من الأيام شاف عظام لطير ميت وتساءل، وسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب أرني كيف تحيي الموتى. الله سبحانه وتعالى رد عليه قال له: يا إبراهيم أول لم تؤمن؟ ما آمنت فيني؟ نبي الله إبراهيم قال حق الله سبحانه وتعالى: أنا آمنت، لكن بس أبي قلبي يطمئن أكثر. فالله قال له: أخذ أربعة من الطير وقطعهم وحط كل واحد فيهم على جبل، وبعدين ناد هذه الطيور وراح تشوفها تهيك وهي طائرة. وبالفعل نبي الله إبراهيم قطعهم وحط كل طير على جبل وناداهم وردوا له كما كانوا أحياء.